بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله ما أنتوا خميسة هجري وحي مجرى كو ربيع ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إن شاء الله ما أنتوا خميسة تاريخ الهجرة أنا أيتهاي كوجا بشهر ربيع الثاني ثم أردنا مال مدونة أتقارن كون أفر بقول صدنا يصدح الهجرة كون بيجان تاريخ الميلاد اللي يراه كالندر رضي صعبه القرآن لباتن يصدح بيش اللباد في براي لباكون يلبي يطبنك إن شاء الله هلكن وحنكب الله وإن كتاب سيرة النبي وكسب سن عليه الصلاة والسلام ومختصر ولمن كتاب قابن اللوية قان الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية وبقول بيد المئية داس وأرجوزنا والنظم وبحر الرجز قرن والنبي لك شكينا عليه الصلاة والسلام كتاب كاسو اللي في شيخ اللي إرادة ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الضحاوية عقيدة الضحاوية أبي جعفر الضحاوي اسكالي هاي شيخ شرحي شرح وليبنا أغوين شرحي وأنن كان ابن أبي العز الحنفي اللي إرادة وقيريوذي تضاب قل سقاشن يلا بهجرة مركي أهيد قرنجي سديدات مركي مهمت بهدنا سيل يده ما دام ويا شيء خرا وعلم ذي خرا كمد أه وأرددي ولمن وحكفى إذا يستئم كثير رحمه الله تعالى وكمد يهي كتاب هدنا مهمت جوني أكلوا لهي هدنا ويا علم ذي ولمن أخذ ميسي على فهم السلف الصالح السلف كالصالحة فهم كودي يا عقيدة دودي أخذ ميسي وياه مركة كتاب قادنا مهمت قوني وليهي وحاشر هاي كتاب كاس مركة ننك اللي الدكتور كاللي يراهدو عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر ولماذا السعودي واوين ويل كيسو هقا ولماذا السعودي عمد كاملة ويل ودالي ولماذا وأوين حكم من الشيخ الأشياء عبد المحسن إن كان نوينا عبد المحسن العباد البدل عبد الرزاق مركز السجع دري وويل كيسي مركز إن شاء الله كتاب قسم بالله وإنا مقدمة لنا المركز كور مرينا إنه مهمة مقدمة لنا وحيكوس عفسرت على السيرة الشيخ الثورة مركز لجودك جل علمه وكيده جيران ينبغي لكل شارع في فن نكسو فن جلا يوحى وهبون أن يتحدث إنه كورمه عن مبادئ عشرة تمن مبدأ طبعاً كمرك قاركم يدوي ما دام طبعاً كأي بنائين قاركم إذا إن شاء الله وهل كان كره الله إن هدي له يراه وقوم يمسين تعريفه حد له يقنا قيحدة مركا إيا كتب تنسيرا ذا كساف سنقار كمدي يقاب كاللوء اللي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة وهردع معلومات عامة عن السيرة وحي كساف سنته معلومات معلومات عامة قدوا عن السيرة سيرا ذا نبي كساف سن أولا معلومات كبا تعريف سيرة سيرا ذا أولا قيحه السيرة سيرا ذا لغة حق اللغة الطريقة والدوي وسنة سنوي حميدة من لما هذه كانت أهاتيا أو ذميمة من لعيبي أهاتيا سير اللفظي سي وطريقة وضئي قابل السيرة سيرة اللغة حق اللغة الطريقة وضوي وسنة السنة اللفظي اللغة أهان الطريقة وضوي لفظي سيرنا قرآن كوا كسو عروري لفظي كاللفظي أهان قرآن كوا كجراء لا تخف فألقى في ذلك سنعيدها سيرة هل أولى سنعيدها وحنكو علينا سيرة حالة
marka siirata markay kutubta dhaw tafasiraya waxa ku arki doon hay'ataha xaalataha intaba marka siira luqa ahaan waa xaalad waa qaab asiiratu siiradu luqatan xagga luqada addariiqatu wada weeye wa sunnatu weeye xamiidatan mid la mahadiyey kaanad ahaataya ow damiimatan mid la ceebeeyey ahaataya ow amase hiya siira waxaa la yidhaahdaa alxaalatu xaaladda allaatii xaaladdaasoo yakuunu uu ahaanaya calayha xaaladda korkeeda alinsaanu bini aadamka iyo wagayruhu bini aadamka kayr bayna qowsayn siira waxaa loo yaqaan daraasatu xayaati shakhsi shakhsiga noloshiisa in la daraaseeyo in la baaro oo la aqriyo min mawlidihi dhalashadiisa laga bilaabo ilaa wafaatii geeridiisa laga gaaro asiiratu isdilaaxan siiradu waxay isdilaaxa ku tahay macrifatu jamiici axwaali nnabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga xaaladihiisa oo dhan in la ogaado oo la barto calaa tafsiili si faahfaahsan oo kala dhigan in loo barto mundu wilaadatii nabiga dhalashadiisii laga bilaabo ilaa wafaatii geeridiisa laga gaadho iyo wamaa yatasilu waxa la xidhiidha bidaalika arrinkaas marka siira luqa ahaan ogaana inay xaalad tahay ama qaab ama waddo isdilaaxana waa nabiga xaaladihiisoo dhan oo la barto markuu dhashay laga bilaabay ilaa geeridiisii iyo wixii la xidhiir thaaniyan macluumada labaad macluumada koowaad marka qeyxid bay ahay thaaniyan macluumada labaad masaadiru siirati siirada maraajicdeeda wey masaadir ay maraajic wey siirada meelaha loola laabanayo siirada meelaha loola laabanayo ee hadhowta ama hadduu kaa ishkaalgalo loola laabanayo xaggee marjic u ah loo celinahaya masaadiru siirati siirada maraajicdeeda kow alqur'aanu alkariim qur'aanka kariimkaa marjic u ah waxaa daliil ah qur'aanku hadday wuxuu ka warramay nebiga koriddiisa alam yajidka yatiiman fa aawaa miyuuse alla ku yihin adoo agoon ah uuse kusoo dimin uuse kusoo dumin marka siiradan hadhowta waxaad ku arkin nashaa annabiyu sala allahu calayhi wasalama yatiiman nabigu waa koro waa barbaaray isagoo agoon qur-aankii baa u dilay alam yajidka yatiiman fa aaw wuxuu kaloo ka warramay xilli inuu nabigu jiray annabina laga dhigin waxiina aan lagu soo dejinin faqad labistu fiikum cumuran min qablih afalaa tacquluun dhexdiinna waxaan ku nagaa cimri iyo da qur-aankan iyo waxyiga ka hor haa ghazawaadkii uu ka warramay ghazawaadkii waaweyn oo dhan qur-aanka aada u sharay ghazwatu badrin fii suurati alanfaal غزوه احد في سوره ال عمران غزوه فتح مكه في سوره النص صلح الحديبيه في سوره الفتح غزوه حنين وتبوك في سوره التوبه التوبه لو ورمي marka duulimaadyalka waa weyn culimadu qaar dhahan waa 8 غزوه الاحزاب في سوره الاحزاب جزاك الله خير غزوة الأحزاب وقريضة في سورة الأحزاب جزاك الله خير غزوة بني النضير في سورة الحشر مقر سرتي اللي فكينا هي حتى وقرأ سورة الممتحنة باللوغة قصة حاضب ابن أبي بلتعة إنا أصحاب السنين وتفاضل الصحابة وجري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مركها دي قرآن وحكا ورمي غزواتكي أيو سيوين وغو الرمي سيرة ذي النبي مركا القرآن الكريم القرآن كريم كاوى مرجع كوبات لبا كتب الأحاديث كتبت أحاديث صحيحين كي صوران كي مسانيد صدح شعر العربي قبق عربات المعاصر لوقتك أها العصري المعاصر لوقتك أها لعهد الرسالة رسالة حلقين nabiga saddex gabayaa oo caan u lahaa inta caanka ah ilaa xasan binu thaabid oo isagu ugu horeeya iyo kacab binu maalik iyo cabdillaahi ibni abi rawaaxa afar marjic afraad waxaa weeye kutubu siir kutubta siirada wa taariikhi alislaami iyo taariikhda islaamka ka waran halkan hadda inakana iclaanka waa kuu noo qoraa fannu siira
فن السيرة النبوية ما فن السيرة والتاريخ الإسلامي فرق يود حي محوية السيرة يا تاريخ الإسلامي بينهم عموم وخصوص بالليرة رجيو كتبت النوع على جهل بينهم عموم وحباك الحي وخصوص وحنا جوني بيلي جوني بيلك لي وحالك هو ضفير السيرة النبوية وجزء من التاريخ الإسلامي التاريخ الإسلامي عام عموم كده وجدوين سيرتنا وقيب كم من التاريخ الإسلام والنبي التاريخ دي سيكون سابسنت عليه الصلاة والسلام لنا عمرك لنا بينهم عموم تاريخ وعوده وخصوص وحنا جوني بيقول لك اللي هنا تاريخ الإسلام هذه السيرة النبي كورم عليه الصلاة والسلام سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة سيرة التابعين بني أمية دولتها كورم الحضارات بكور سقوط الدول دولته سيؤدعان سيء القرآن يا مركا وحا قدوين تاريخ الإسلام تاريخ ذا جزء كم ذا وأسير النبوي سيرة ذا وحبي خاصة لطفه نبي السيرة دي سيء أدو فافاست تاريخ الإسلام مركو سيرة ذا نبي كبر ربي يربو كشيغا وحكوبا مقر بينهم عموم وخصوص بالله كتب السير كتب تسيرة السير وجمع سيرة يو تاريخ الإسلام كتب تاريخ الإسلام ثانيا مرجع اللبات ثانيا وثانيا مرجع معلومات اللبات بأهد وكبحني فمسادر السيرة القرآن الكريم كتب الأحاديث الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة كتب السير والتاريخ الإسلام ثالثا معلومات الصدحات معلومات رقم يد وكبحان بداية تأليف السيرة سيرة ألفات باللغة قرماء كتب أهان لو ألفين أي مدوى النقطي أو الديوان قليل كلما مسألين ذواته علم يبير يهر مشافهة بلوك لقاذن جري أفكالوك لقاذن جري لكن حل باوحو باللو ذي التدوين وحل إلى قريب تدوين كان حوق يسو باللو يسو قرني يكباد باللو ذي لكن حوق يسو التدوين وحو دعي القرن الثاني الهجر قرني لا بقول سنة مركي قوضي يوحي كدن بي بقول سنة مركي قوضي يوحي كدن بي ايه تدوين كحوق يسو مركا السؤال دي مركا التدوين لقوي دي كهر واجري نبي غنول با لقري جري قرآن كسامح عليه الصلاة والسلام نبي غنول ايه القرآن الكريم كلام الله عز وجل لقري جري احاديث لما قري جري خطب الله قار ددو قري واجري وفاس عوسي لكن حديث كان لقرى نبي وان نهي مركو النولا مركو النولا وحوية ننكي إيقا قري وحان قرآن أهين فليمح هاتر هاتر يهضو لغير عبصنا اختلاف قرآن كي إيو حديث كي إنا إستيها مقر مركا قرن التدوين وحالو يقن قرن يلبات حب حب وحوية ومن أول من روحي أبوه الرئي ألفها اللي في وحاكم إذا ومن توحالو أذيكس عبد الله بن عباس حتى إنه وحير قريب الله الشيقي هذا وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة نددك اللغة الدمريوة هي تاريخ الإسلامي سئات تاريخ الإسلامي ومركة اللغوة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيام العرب نووها عرب مع المهد ومن أول من ددك يووه الرئي وحاكم إذا ألفها اللي في سيرة عروة بن الزبير المتوفى غير يوذي 93 هجري سغاشن يا صدر حجره مركه القرني كوباد قرني كوباد اخر كيس وابان ابن عثمان المتوفى غيريوداي 105 هجريه بقول شن هجره مركه رابعا معلومات افراد مميزات السيره النبويه سيره النبي وحيالها اي كو سو عنتهي اي قيمها غونيدا اي لاله قيمه غوني او سيروينكا كلا كسوعاي كو انها يدو أصح سيرة سيرة وصحيح نما بضنوي لتاريخ النبي النبي تاريخ ذي نبي قاسو مرسل لدري أنها سيرة النبي أصح سيرة وسيرة وصحيح نما بضن لتاريخ النبي النبي تاريخ ذي نبي قاسو مرسل لدري ضبط ضم على شيء كأدونك هذا إنت ما لحظة حتى على شيء كأن ملحوين إيش صما لكن يا وحال على شيء جاي مرهم به ما لو أمانة إن الصومالي وحيدي جرت هذا أمان دوني دمو هذا أمان دوني دمو
هذا عي دوني نجور سالي وريا ماركيس انتو قولي ورحضو بان بحث بركة باشر المدبان ولما هوايانكو ما بسي جيران هوايانكو يدوكو ما بسي جيران مدبا مدبا يرفع لنسا مدبا شوها دي مد جنبر وقوف اللي دي ماركا سالي والي لجور سي كاس ماركا ضدكا بيحدي سير ربطا انا كوفا شش ناقي يرقا وان بحث مراح شو ماركا سي وربصد اللي سيو جور سي عاو بصد يعني يرت ناقتي قلو ماشي دي الحفلة دينا على الله الله سيكا صعد بصد اللي سيو جور سي عاو انا ماشي كوعي بيسير ماركا وحاول اللي سمان قبطوه واسكا هوانا وحاوي ماركا روحو هدو دنتوه تضرم مع الله ننكا فعنا الله ننكا محوفة ننو بري وحسيها ننو وحو أقريها النقطو مقر لكن نبي السيرة دي سوها دي قرآن كاكوه رمي عليه نبي السيرة دي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم باكوه رمي أحاديثه الصحاح أحاديثه الصحاحة أيا كوه رمتي صحابة دي باكوه رمتي العدول والصحابة كلهم عدول مقر حوالي أصح السيرة لتاريخ النبي المرسل لابا ميزه كلا ميزوينك وابدن هنا ان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كان نلوشي سواضحة مد عدوه كل الوضوح عدام ورنم بيحده لا غموض وحقر سونئه الا خفاء لا غموض وحقر سونئه فيها نحي ذمان ولا تعقيد وحمرك سنان انا كمجر مرك سنان بلا مرك مركتي قلبي قاهي ما تحزني بقى تعقيد كان وحالك وضع تعقيد كان وحالك وضع ومرك سنان تلقى وضع حرق وي حرق هذا وحال لها أزمة الصومال متشابكة ومعقدة أرنت الصومالي مشكلة دي ومرك سنان تالي لنكي ذي باديها آد قرن هيا لنكي باديها آد بوفها ما هي مسألة بس معقدة وحال إخوة الأفاضل فيه معلم موسى مركي عالك الله شبه ما أنتي صور شبهت حرقي بان مالي سكرات طورت حرقي واس كلها بالنام وماشون اسكرت احجالة انتو اسكرت احجالة انتو اسكرت باديها غار مركة حرقي السائي سرد احجالة وحالة حرقي ومركسي معناها سل الله كلب بحير لبين نقونيس عربينا معقد بالي معقد واحد لبال مركتة مركة اوفا مركسنان بالي كاس وحرقة استحجلة متشابي كيسكوا إلا ربعنا منك إشي سرعيس حقنا تكبحيس حقنا تكبحيس ما قرى مركسنات أما لقرنا أما إريك الوحوها يمجرى واسكم مربو معقد بعربي مركي مشكلة هذه لهذه أمور معقدة يكون نعم عرب نبضم حرقة ساعة سلح قلعي وكال اسكم مرمي سداح سوكال جيد مرمر الله نحن واجرى قبل الله قادنا رحتين مويه مرمر مرمر بالله ويد ياك تولو كبحاي بساس سدح قال ساس سدح مرمر بالله موتسا ها ان حياه الرسول صلى الله عليه وسلم واضحه من عدو كل الوضوح عدي او دن لا غموض وحقر سومي فيها دخل ما هن وحقر سومكم ولا تعقيد وحمرك سنان انا مجرو مجر هل كان وحا لا ردينايا نصارى نيمانكا كريستانكا هذه لدها اللي يتبنن أو كريستيان النبي عيسى كشيكي مدبا ميل بكرد فنه قرآن قلنا الله كريشيكي بإنه مدبا ميل كرد فنه قار محيدة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قار هل كاسي من ابن الله سبحان الله قار وحيدة إن الله ثلاث سبحان الله مارك وحاوي يهودنا وذوكتي واحد دهان ما قرأت إن سيرة الرسول رسولك سيرة صلى الله عليه وسلم شاملة مدكل مسيوي لكل النواحي جهوين كوردن جهوين كوردن كتاب حاجر اللي يراه السيرة النبوية بيسكالين اللي الدكتور علي محمد الصلابي نظركتما ننك ليبيان كعوه كتب سيرية تاريخه وقرأ ان اللغه معان نوايه ان دلك اللغه فاهمه وحير سيره النبي كل مسلم يجد بغيته روح كسو مسلم وحو كهلا يا دلبكيسي
إن كنت داعيا داعبتها معلم قرآن باتها وحاتها شيخ باتها وحبات قريسة كتب داعبات بغيالة ذات كيريسة نقل صوت ذاتك وحب الجري سياسي باتها لما نحن نجعل باتها مثلا نقول الرسول إلهي بوها حرسك إمارضنا واكدية لكن حق سياسي إله وهذا وحما موليس يجد بغيته وطلب كايبات كيريسة ميال قوصو باتها كيريسة وحاتي نين غني وما القبان يجد بغيته وطلب كايبات كيريسة ساسة قضاء بحنة سمالها وحلقوا بحنة مالها وحلقوا بحنة يا واسا زوجا باتها نين باتها وخير له أفر حاسبة والقبتها أما هل حاسبة والقبتها أما الله حاسب سيد المعاشر الزوجية غير كان أقول لها ماشي كيليس مركب حوية السيرة النبي ننكست ومسلمة بغيته وكيلة ولذا سيدة درسات بحوالي السودان تبري قال له ويرير جري مركب نبكو كبة وحيد قمن جري وفاد الله جلسة سيري فاد السيرة حيدي جي نبي محمد تنوك الواصوة مرته محوك قبح نادي لعنا قبطي او مقاطعة العام حسارك او هذا عيدا ما بضانه هو نخوص أو غزوة الأحزاب ما بوايس المفتى جلسة سيرية وما بقبسنس ها لكن وح مشكلة هذا وحقبني هذا السيرة دي بقرني محاط قبسنس لكن إن كان هذا متخصص في السيرة النووية هذا متخصص ولمن هذا بريه السيرة هذا كتب بريه وحليج الله كتب سير الله قراء هذا هل عنوان بون الدورة معي هل كاسو الله فبته غزوة أحد نبى كل يوحك قط غزوة بدر نبى ضر غزوة فتح مكة نبى ضر قرن حنين كل ينبى كفايد دار بحروف تناظر كيس ركن تاريخ الإسلام كبحة هل موضوع بعد دورانس وحلاقي هداد بدر دورتين وراح حتى مشه كوك نك كوكور ميرة موضوع وين بعد دورت بيرجونا ورسيرة سلوا قرابة الله حجيم وحكة قرة هذا نهدا غزوة أحد لقيا وإنا دورتين وقنا وابلنت ما حمراء الأسد بس مس مركي نبي قال لأجا أمر جبية فشل كويم بعد دورنا يسا مخمادي كلي أدورنا يسا هذا هير كاسي مريسا موضوع يربى دورنا يسا كأم بالله فب حنا يسا محا قصة سخص أروري محا سوق محا سوقنا خامسا معلومة شنات كيفية التأليف قاب كله ألفه لكتب السيرة كتب السيرة ولكتب السيرة كتب السيرة وحا سوقنا ذي أسماء مقعيو أسماء مده كرتوات قران إسائي أشياء ألف تانيث الممدود متعددة بضن متقاربة المعاني معاني ذي السنودة ألفاظها إرياضة مختلفة وكردوين لكن لغن قيم دلولها إرياضة واحد تصنع واحد هلو كو كتب تسيرة مقعيضة لغو قروا حاكم ذا كتب الشمائل واللويق كتب الشمائل منها وحان كمد ومقع عاقت الشمائل المحمدية شمائل واسفوين هي أخلاقية الماموين كلمة الشمائل والصفات والأخلاق الشمائل المحمدية تلماموين كي النبي محمد صفوين كي النبي محمد أخلاق دي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني قرص للإمام الترمذي بأسكالة كتابك هذا مختصر بألغاته وحا اختصاريها إمام الألباني رحمه الله تعالى وحبه مختصر الشمائل المحمدي وحاسي اختصاري ومديا كدقة إنك محمد بن الجميل زين قضوف من الشمائل المحمدي قضوف قرشوي قضوف وعدانية قضوف القاف والضاء هو ما جعك لي كتب تسيرة قاضته أبرم بحاوي إلي كتب سيرة النبوي مقعبين لغة دي السيرة النبوية سيرة النبي منها وحانا كمل السيرة النبوية وليه للحافظ من كثير حافظ صدح وحيقة فقه السيرة مقعالي منها وحانا كمل فقه السيرة للغزالي وليه بتحقيق الألباني ولما علماء قالوا حيدا بتحقيق كلمة وحانا كفي يعني بتخريج الألباني فالوسط بتخريج كأقرى تحقيقي تخريجك وحبي أربع وضحية تغرير كلموسة صارنا أحديته التخريجي غزالي من غزالي معاصر كمسري أهو غزالي هرماها إحياء علوم الدين كلها معها كامه
فقه السيرة مرك كتب تان واج أفر ما قال هذا كلام قاتو حكمي دروس وعبة عشرة كجرا إلا أو نتائج وعبر نتيجين إيوانا كجرت عبر ووان فاعتبروا يا أولي الأبصار عبر وعد وان يا علو منها وحاكم إذا كتاب لي الدروس وعبر بمجلس للدكتور مصطفى السباعي شيخ سوريان ما شاء الله هذا هنا أسد ونبا بشار الأسد علماء شيخ كم إذا علماء دي ودن كعود راتي وي هنا أسد لكن وحوما قرنا بشار الأسد هذا الشيعي من كان شيعي ظالم كأه ظالم كأه ونقرني إن سنة الله وحاوي ظالم كست إلهي مالن بو قبناي مركو إلهي كو قبتنا وحل الدون كتنها ديدها وكوسو قرمنين حكومة رايان إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إلهي وأكاذنا مالن كو قبتنا لكن ظالم كمسي دينه قاعدة جرثو السلف وحيديجي إن الله يمهل ولا يهمل بل يمهل ولا يهمل ممكن هذا بلك يمهل إلهي وأكاذيا فمهل ولا يهمل ما ضيع له وحمه الماء لكن وحبه أكاذيا مركز سجد سجد بكجرة موت ها لكن إن شاء الله وسيد السنين تولي من الصوء جماد هيا ننكس جماد كأكوها الشعب كي يقارها السنين لكن إن شاء الله ما ندو إنه كو حقيقه ذو حاون للرجينا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كوه رسول ما أنها لاجن بو الليل كوه الدمبر وكده بجينا والإسرع سينا يا وقت سيدي منك أها قذافي هي غيره إنو عري إنو كل إن ثمت موي ومنها وحاكم إذا كتبت دروس وعبر مقع عوضت النتائج وعبر هذا الحبيب يا محب لأبي بكر جابر الجزائري بأسكاله وشيخ عالمة مدرس في المسجد النبوي مساجد النبي أنا مدرس كأها خمسة شن التاريخ الإسلامي مقعانا وقرات لح كتب المغازي كتب المغازي كتب تدول لما ديالك لك موه دول لما تكوى نوع سيرة كم إذا سيرة مقعية إذا مقع كم إذا كتب المغازي منها وحاوة كم إذا المغازي لابن إسحاق شيخ السير بانيكا كوكوريس فنك السيرة انيكا شيخ كاو من فن كاستنبا لوغا دمبيا نينكنا لوغا دمبيا شيخ السيرة لأنك شيخ السير مع أن أكثر العلماء علماء بلنكود قالوا وحيدا إن هذا الكتاب كتابك لم يعثر أي لم يوجد لمهل عليه كتاب لم يعثر عليه لمهل تضب الطبقات مقعان واقعت منها وحكم الطبقات لمن السع مع أن علماء الحديث علماء الحديث قال أهان أهل الجرح والتعديل لمن كان وحد ناوعه وحناطه ووناكسيه أهل الجرح وأن من كان فلان كذاب أم فلان صادق صدوق أهل الجرح والتعديل علماء الحديث قيب كم دو نمبهن بيكون شيئان وركي سلامقا نواثقة بيضاهن وركي سوالقا تكلموا وحيكاه لين في ابن سعد إن كان ابن سعد ويكاه لين بيتك الله في ابن سعد له وبلاغه واتقرنس سربيه وحوغا رقبا قورتا كوير دقيه علماء ظهرت انتو قبضا ويسيدة يعني جاوز القندرة بوندادا واقود لولا أن ابن يحيى ابن معين كذبه لكن نماك أرطى الله الله قيب يا رجع أهل الجرح والتعديل لما هو حالة متشددين وأذقي لما مريكر وحير فبدأ يكون كان رقبه نمانا متساهلين بالله واسكد جلسي نمانا دحبها كاسا انتبال لقا يحيى ابن معين مركب الحكم دي نمانك متشددين تي عرق دبقة المتشددين مركب يساقع وحوير ابن السعدة كاذب لولا ان يحيى ابن معين كذبه ننك هدو صباك وحكم لها انت كلاوتنا علماء كلاوتنا وحيقرين انو يعني اهل الصلاح لكن وحير وحار ماشي الوحي استماشي مسألة إيماني وحاول شيخ يسان من مطروق ننك أسيرة كبرتها نن الإسويدين نبا حاجة حديد وحالها شيخ يسان واقد واقد واركي سال إسمه ورا يستوى
حديث مركي اللي جو واقدي ما صاقر ضعيف ليس ما ولا استوى هذا حدثنا فلان فلان عن الواقدي أمر لي جوجو واقدي يكلبي لولا ماشي صاقر الاسم ولا استوى مركي اللي كاسان الشيخ واه. سادسا مسألة اللحاد معلومة ماذا اللحاد وقدم بيسمو ألفات كتب لال اقتصرت كقابستة على ما ثبت وحي السقناضي من الرواية الصحيحة الرواية الصحيحة السقناضي كقابستة ضعيف كيف أقول لك الشهد ألقاه حنقرنينا بفضل الله عز وجل سيرة أحاديث النبي اللي وجد ذلك ما دام سيرة النبي وآيتها ولماذا الحديث كهلا مركي كهلا قيب كم إذا حديث كهلا كهلا إن النبي مركي لقيحة حديث سماه هو الحديث علماء قاروا حيث أقواله النبي هذا الذي مركي حديث لقيحة تعرف أقواله وأفعاله وتقريراته سماه فقنا وحيث أقواله وأفعاله وتقريراته والشمائل الشمائل بصيرة وحديث سقيم كم إلى السحو مركب ما دام سيرة النبي وعين نبي كشكين عليه الصلاة والسلام إلهي رجي جهابي ذو سبحي حلق يوري حلق عن دنبابا ويرسيد حديث كوكلة وخلط وضعيفة يعني لقدر السيرة كتبت أمهم سنة كتاب سيرة مركع الضران السنة كواسة أمهم سنة أما كتاب سيرة بهداء أغنية سقوها هالمامي حكوية لي كو حاوي كتاب ككوبات السيرة النبوية الصحيحة لي للدكتور أكرم ضياء العمري بأسكالة شاقاس دكتور كأه أكرم ضياء العمري بالغمة عابة ننكاسا إسكال صلاحان من عراقي با لكن كتابك سواه يعني إنه عراقي أظن يعني ملينا لو صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي صحيح السيرة النبوية على طريقة المحدثين ويكن أحاديثه قوة ضعو ترمذي بوككينا وحوككينا أبي داود سوا كلبات رقم كلبات سوى على طريقة المحدثين ولمن وحال قوض انت بلان قسمة كينه حديث بو بكينه دو هلو دو ماشو الى غزوة بدر مرهين وكشكي انت حديث يقصو عرطي يا بس صدح كتابك صحيح سيرة النبوية لإبراهيم العلي أردني ويسو أردني من أردني أوي معاصر النار انت نقوي صدح صحيح السيرة النبوية وحاسكله لمحمد ابن رزق الضرهوني سوداني ويسانا لكن ورقع لماذا السعودية آد هده ما شاس وحكا لي جري وي لكن أصلها من سوداني ولبنا كتاب كان آد وأمانع لماذا الله مركز السادة حاد وحايدة وهو أوصعها وأجودها استقع أقوب الله عنا هنا قيمة بلن بينها والله مركز السادة حاد مدان لهل إن مجر كتبت مدان لهل عفو لمرك يا أفراد بأن صدرنا أكو علنا أخر الفاضل السودان هكو قرن صحيح السيرة النبوية لمرك صدع لمحمد ابن رزق الدرهون إنه السعوديان يهام في الهياء كل بري الشيء حسان ورق لها قرى هي أيام حاكو أركي صور لها الله كبد بادي حبسية في آل سعود أركو حانو ملينا كل من لحنا كتاب كيسنا هذا هل جزء مرة جاه الأمر اللي بجزء موسى لما يسترين وحنا كقريها فرحرة بل وحين أشى العلماء السعودية ذات كتجي مكاتبتها ذات كره ديسه إن لقيا إن لقوا دبج قلب إن لقوا دبج قلب يعني دوا كتاب كان معي عيسى الشيكتور إن لقيا إياه كتاب كان سات هذين يسميه إن ملاحقة وقوة إيمان سكوا دائما كتاب كيها شيء ولكن كتاب كه هل مرهل جزء سيرة ذهبية ولو يقنا بين قوسين الشيخ أبدا بضم وها كل مركب ملا الضفي محبسي بكجرة سيدة ورقد إيقام وقت الشيخ حسان مركي أنا قريه إنه حبسي كجرة أفهم يعني فهم كي وأعاده الله من زنانة آل سعود باكو قرى ورقده بس هبدنا تدبري لودري وحيد لهان يعني إنا من كجرة لحبسي وعلى حال السعودي كتاب كان رأينت إن كتابك مركا أردت وحاك وقلا يدار دارم إن كتبت على سي فرق الحيام وقت مركز إنترنت بين فرق الحيام بات سيغن وحيكو قرية فرق اليابس كانت تاك تاك
marka maxaa la qurxin ninkii si wadii la daba taageey marka inuu suuudiyaan yaan malaynaya asira nabawiyya ka afraad fi dhaw al masadir al asliya kan way ka sooda doktor xamdi rizqullah kana sha culimadu aad kana u amaana waxay dhayn wuxuu u saaxuha u ajwaduha midka ugu qiimo badan way marka insha Allah wadii ilaahi raado maanta intaas aan ku simeyna muqaddimadaas كدي ما حنشيك دونا قابك وعشر قصة عندنا والله سبحانه وتعالى على محكم الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.